لقد ضرب الإرهاب طهران مخلفا ضحايا أبرياء من خلال استهدافه للبرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني قدس سره. إن هذه العملية الإرهابية تشير إلى الأجهزة المخابراتية الإقليمية والدولية التي تعمل جاهدة من أجل زعزعة استقرار وأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب وقوفها ودعمها للعراق وسوريا في مكافحة الإرهاب، ودعمها للحركات الإسلامية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفلسطين. لقد تقاطعت مصالح الاستكبار والإرهاب في هذا العمل الإرهابي الجبان الذي لن يثني إيران عن تحمل مسؤولياتها ومواصلة مسيرتها بقوة وصلابة.